بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي، نكمل مع بعض حل كتاب المعاصر البوكليت سنة ثالثة. نبدأ من امتحان 45، نبدأ زي ما ربنا يسر لنا الحل، نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان 45 بيقول لي: كومون ديفينير ان بون جوي دي فوتبول، كيف تصبح لاعب كرة قدم جيد؟ الفوب يانسيان تغنية قبل تدرب جيدا، سواء بريزنت كن حاضر، اشك انت غنيمون في كل تدريب، سواء لكن سي تبع لنصائح تون انت غنيمون مدربك، افون لو ماتش قبل المباراة، اوصل في الميعاد المطلوب، بارتون درينج بور افوار لمكانك لكي تحصل على الوقت دي، بريبير تتجهز وتسمع، دورنير كونسي آخر تعليمات. بين الشوطين بندون الماتش أثناء المباراة، احترم قواعد اللعب، أيه تمتع بروح الفريق، جويبو تي أميزي يلعب للتسلية. ميتوم بين الشوطين ريستيكال ميبكا هادي بور بروندر ريبروندر دي فورس لكي تستعيد قوتك، اشرب ماء قليل من الماء، اسمع جيدا لنصائح تونان تغنيير مدربك. ابريلو ماتش بعد المباراة، سيغي لامين صافح ايدي دي ادفرسير الخصم والحكم، سواء تجور كن دائما ستسفزارة ايد راضي عن النتيجة بتاعت المباراة، بريند ان دوش خس حمام ايش هنجيت واو تغير لبسك، بور تير الاكسي لكي تهدأ. طيب، هذه الوثيقة تقدم برسنتمو تعليمات، أساسا تعليمات للاعب كرة قدم الأولاني. أفضي أفواغز بريد دي كيب من دون لو ماتش، تمتع بروح الفريق أثناء المباراة، إنه من الضروري، مستحيل يباخد من الضروري الأولاني. أميديتوم في وصف نصف الوقت أو بين الشوطين، الفوب واري يجب أن تشرب قليل من الماء، أخذ رقم سي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريسبكتر ورجل، احترم قواعد اللعب، انه ممنوع ننصحك، لا ننصحك ان، انه ممنوع ان، انصحك ان اخذ الاخراني. ابريلو ماتش يجب ان، بعد المباراة يجب ان، دور الزلطة النتيجة تستصفد تكون راضي بالنتيجة. اتغ امبون فوتبولير، لكي تكون لاعب كرة قدم جيد الفوز يجب ان تكون بريزنس حاضر الى بعض التدريبات، تدريبين فقط، تدريب فقط الى كل التدريبات اخذها. من يدان انو فيلميزون عزل او انتقل الى منزل جديد، بيقول لي: مو انا سي صوفيا ناس سوبين جيفيان دي مانيانا، تو عزلت دان انا سي جروند ميزون الى منزل الى حد ما كبير في بردو في بردو في فرنسا. نوزافو فندو، نحن بعنا نطغ ميزون منزلنا في نيس جيا بتي، انا كنت اسكن فيها فيك مي برانتس مع والدي ماسير اختي ان إنودو شات وقتنا داني وكيبي. نطغي مزون منزلنا آدو إيطاش في طبقين، اللي يوجد 8 حجرات، إنباس في الأسفل، يوجد صال دي سجور غرفة معيشة، صال أمانجي غرفة الطعام أو السفرة، كوزين مطبخ. اليا يوجد أن بتيت بهو مكتب صغير بجانب المطبخ، دي دبليو سي حمام. جادو غناشك بصير دي توم بقضي وقتي دان لو صال دو سجور في غرفة الإقامة أو الصالة، كار لأن يوجد أن جراند تلفزيون كبير. أودو زيم إيطاش في الطابق الثاني، اليا يوجد صال دو بان حمام تغاشم برسلاس حجرات، حجرة لوالدي وحجرة لأختي لما جراند مير جدتي، وحجرة حجرتي التي أنا أتقاسمها فيك ماسير مع أختي آن. دورير خلف المنزل، إليا يوجد أنجولي جغدان حديقة جميلة، حيث إليا يوجد جروند أربر أصغر كبير. لاميزون سي كومبزي، المنزل يتكون من دو إتاج طابقين، أخذ الأولاني. لو جغدان الحديقة تكون المنزل بجانب في مواجهة أمام خلف، يأخذ خلف المنزل. أوديزي ميتاج في الطابق الثالث، يوجد إن بتيت بغو مكتب صغير دبليو سي حمام تغوا شومبر 3 حجرات، اخذ 3 حجرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
داني وكيبي يكون شاعت شاعت قطط. لو جران لمير الجدة تسكن في باريس في بردو، هي بتسكن في بردو. اليا يوجد عن جران تلفزيون، تلفزيون كبير في سال أمانجير، في سال دي سجور، في سال دي سجور، في السال. فتغمير أمك فو ديمان تطلب منك ديفو كشير أن تنام، هي هتقول لك اذهب إلى المدرسة، اذهب إلى النادي، اذهب إلى المدرسة، اذهب إلى حجرتك، أخذ اذهب إلى حجرتك. وتقبل زميلك نيران جبالا يرتب جميع أبدا سشمبر حجرته، انت هتقول إليه دي زغدني، هي تكون غير منظمة. إليه أردني، هي لا ترتب أبدا حجرتها، هتقول إنها غير منظمة الأولى. فودمان تطلب من فوت غميم من زميلك تحديد هوية برسون شخص، انت هتقول له ما هذا، ما هذا، أنا اسمي تي وأنت سي كي سي إيه، من هذا، أخذ الأخرانية. وولي بواغ أنت تريد أن تشرب، أنت هتقول جيافم، من جوعان، جياس وفن عطشان، أخذ جياس وفن عطشان. وتغمي زميلك فون تروجير سألك سير لي ريزون على سبب أصابعك الزرقاء، أنت هتقول له برسكو لأنني حران، أخذها لأنني حران بردان قصدي، عشان كده الأصابع زرقاء. اللهم صل وسلم بك سيدنا محمد. وتغبين سبيرك سيفون فغمي يخبرك ماذا يلزم بور فيل لكي تعمله لي في الكرة الحديدية، هو هيقول يلزمك كرة، يلزمك بول كرات أخذها رقم بي. الجملة اللي جاية فودمان تطلب من فوت غميم من زميلك لو رافتنج، الرافتنج إنه ماذا، هو هيقول لك إنها رياضة كلاسيكية، أنا أحبه كثيرا، إنها رياضة دنجورو خطيرة، أخذ رقم بي. على بوتيك في البوتيك فو الصيام تقيس بول بولوفر لكن الني فابا، هو لا يعجبك، انت هتقول سيموش انه وحش، انا احب كثيرا الصيد، الصيد مؤنث، اخذ لا. اللي شوت انه جميل، هذه الجيبة كسيها الجيبة مؤنث، اخذ ست التاني. الجملة اللي بعدها فو انتريسي فو تهتم بي، اكوا بماذا، اخذ اكوا عشان انتريسي اصلا بتاخد حرف الجر أ. سي شامبيون هذول الابطال، سي انتغنيه تدربونا، بوم تغي بوم بيجي وراء اسم، تغي بيجي وراء صفه، ودي بيجي وراء اسم، بيان تاتي مع الافعال، يتدربونا جيدا، اخذها. الفيشو جو حر، جي ا صفا عطشان، اخذ جي ا الثانيه، بتيجي مع فيرب افوار. ما بوسون هوايتي المفضلة، الهواية مفرد مؤنث، أخذ بريفري الاثنين، أول آخرها المؤنث دهية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بورات ريمبون كان سانتي، لكي تكون في صحة جيدة كل قليل من كل شيء، أخذ تو، تعبير على بعضه عن بودي تو. اللي طلي ذهب إلى المطعم يأكل، تحت لأن لكي بيجي وراء مصدر فعل، أخذها. البروفيسور المدرس اقترح الى التلاميذ الذهاب لعمل سبور اكستريم رياضه عنيفه، هو اقترح الرافتنج عليهم، يبقى خد ليج. تيتر لي انت تذهب نقط هذا الصيف، ايه الى ماذا، الى من، عند من، يبقى انت تذهب عند من هذا الصيف، مفيش حاجه اسمها الى من، الى من تتكلم، الى من تذهب، يبقى عند من احسن. الصور جمع مؤنث، اخد كل الاخرانيين. ساعة جوفيان دو فينير زائد دو زائد المصدر ماضي حديث، اخد اليا بتاعت ماضي حديث، دوي بتاعت مضارع معناها منذ، دوم بتاعت مستقبل معناها خلال، اكلير ده سؤال في اي ساعة. مصير اختي عندها شبو الشعر، الشعر والعيون جمع مذكر، اخد لونج التالتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض الامتحان 46. امتحان 46 بيقول لك بيان في دو لا مارش ابي، استفادة او الاستفادات من المشي على الاقدام، بيقول لك دي ايه تساعد على فقدان الوزن، ايه تساعد ان تكون في اللياقة، ايه اكسسوابل اتو انها ملائمة للجميع او متاحة للجميع، ني نسيسير با ليس من الضروري فريق مخصص او فريق مجهز او تجهيزات معينة، ان واحدة من افضل فاسون طرق فيغ دي اكتيفيتي سبورتيف الرياضات، ايه الأنشطة الرياضية، واحدة من أفضل طرق ممارسة الأنشطة الرياضية، تساعد على تخفيض الكوليسترول، تحسن المزاج، ردوي تخفض الضغط، ردوي تخفض لو ريسك الضغوط بتاعت أمراض القلب،
نيافو بعد دوبايي لا يلزم أن تدفع بور عنفر لكي تمارسها. دوني لا أرينا رجي تعطي طاقة وتحسن لو كونديسيون فيزيك المنظر العام. تحسين لابوتي جمال وكم كواليتي جودة الجسم تكافح ضد الأمراض. نشوفه كده 46 عايز ايه. بيقول لك سيدي كمو هذه الوثيقة بريزنت تقدم أساسا لأفنتاج مميزات المشي على الأقدام. أخدها. بيقول لك لولوت تكافح ضد الأمراض واحدة من لامارش أبي واحدة من مميزات. أدي عيوب أدي عيوب أدي عيوب التلاتة عيوب أدي واحدة مميزات أخدها. تلاتة بيقول لي لامارش أبي المجري أن المشي على الأقدام أبيم لأومير يزعج المزاج أو يعكر المزاج يحسن المزاج يحسن المزاج. أخدت رقم بي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بوفيرفير يستطيعون يعملوا المشي على الأقدام الصغار فقط الصغار والكبار. يبقى الصغار والكبار المشي على الأقدام ماله يخفض الكوليسترول. يخفض الكوليسترول. المشي على الأقدام نسيسير ضرير يستلزم أو ضرورة من التجهيزات خاصة يستلزم تجهيزات خاصة تجهيزات تكون غير عادية. سي براتيك يمارس بدون تجهيزات خاصة. آخد الأخرني. شوف القطع اللي جاي. اللي يرى على قنبان الذهاب إلى الريف عند ميغرون برانتس عند جدية مو أنا سيين نيكولا نو نيكولا جياس ديستا. أنا عندي 17 سنة ما فمي أسرتي وأنا نوزمو نحن نحب الصيغ لويكند كذا العطلة على قنبان في الريف. شي ميغران برانتس عند جدية كي فيفون الذين يعيشون دون ان بيتيت فيلاج في قرية صغيرة سيتي تقع وسود دو فرانس جنوب فرنسا بورنو. بالنسبة لنا لو فيلاج القرية تكون مكان ايديال مثالي الياض الى اير بور يوجد الهواء المنعش الى بوتي ومناظر جمال المناظر ايقال والهدوء. بار كونتر اونفيل على العكس في المدينة تجور دائما الياء يوجد مومو جينو مومو لحظات جينو خاصة وعليه لا هناك ديزني في الرسم. طيب جادو غنا عشق مي بلدير التنزه عادو على ظهر حصان مي بنية استحمام في النهر افيك من كوزين مع ابن عمي الذهاب تو مبكرة الصباح للصيد افيك مو جرام بير مع جدي ما بتتسير أخت الصغيرة لولا تحب إدير أن تساعد ماجران دمير جدتي في تربية لبان الأرانب أو تغذية الأرانب تجمع البيض من عشة وتقطف الليل وجم الخضروات من حقل الخضروات. نيكولا يرى أن القرية تكون أقل هدوءا القرية مساوية القرية تساوي القرية أكثر هدوءا عن المدينة. أخذ الأخرانية. بيقول لك لوكوزين ابن عم نيكولا بيعرف يرسم مناظر يسبح في النهر يسبح في النهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نيكولا. فالا بيش يذهب للصيد مع سون جران بير جد. لا جراند مير جد بتعرف تركب موتوسيكل بتقطف الخضروات من حقل الخضروات. اخدها. لو جراند بير برانس الجدين يعيشون في ام فيلاج قرية توجد في شرق فرنسا جنوب فرنسا. اخذ جنوب فرنسا. لولا تحب تقطف الفواكه من حقل الفواكه من حقل الخضروات تعطي اكل الارانب تغذي الارانب تاخدها. فوبغليان تتكلم عن اساس بطرشان بحجرتك انت هتقول يوجد ملصقات يوجد مكتب وكرسي ادي اساس اخدها. فوتغبير ابوك فين يبيع كرواسون خبز انت هتقول انه فكهاني سماك جزار بس غير حلواني ما فيش قدامنا غير حلواني هي اللي اخدها. فودمان ان تطلب من تغيست سائح كل لونج اي لغة هو يتكلم انت هتقول له اي لغة تتكلم حضرتك. اخد الاولانية. زميلك فودمان فندكي يوضح لك المويان دي ترانسبور وسيلة النقل الاكثر سرعة القطار الموتوسيكل السكوتر الطائرة. اخدها. فوتوكوبين زميلك فودمان دي يطلب منك فوتغافي رأيك على لا دلتا بلين الطائرة الشراعية انت هتقول له زميلي يرى ان بالنسبة لي انها عنيفة ممكن نكمل بس
انا امارس عمونا بيحسب هاي الفروسية باخذ التانية بالنسبة لي انها عارفة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فوق ما تسأل على رأيون أقسام السوبر ماركت، أنت هتقول لماذا يوجد كم من الأقسام؟ آخذ التالت. فودمان أن تطلب من فوت غميم من زميلك بركوا لماذا يذهب إلى البحر؟ هو هيقول لكي يمارس بلانش أبلو تزلج على الشراع، أخدها لأن الجو بارد، لكي أمارس ركوب دراجات كرة طائرة اللي إحنا خدنا الأولانية 20. بيقول لي فوتغ بيتيت فرير اخوك الصغير فودموند يطلب منك اين نستطيع سي لافي ان نستحم، انت هتقول له ضل كوزن في المطبخ صالدو بام في الحمام، اخدها الصالون وفي الممر. روبون ديفيت اجب بسرعه على هذا التمرين، التمرين مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك، اخد سي او تي. لامير اي ثوبير بحر يكون رائع ان نذهب اليه، يبقى اخد جريج عشان مكان. الاب بتاع ماكو بين زميلتي، بتكلم عن الاب يكون بائعة كوفيرة بومبير رجل اطفاء وسيد الاطفاء، تمشي مذكر ومؤنث. دي زينة تريس السامة دي مؤنث ما خدتهاش. هو بوا انا واحدة في دول، قال لك التالتة. جيم بيان انا احب بيان جدا، ليه جيب بالجيبات المخططة مخطط ويجي معاها جامع مؤنث، اخد روج الاخرانية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أكي في من أو في من أنت تفكر؟ قال أنا لو أفكر في شيء في أحد يبقى في من في أحد. سيت أنت غير هذا المدرب يكون من أورجين، أصل بيجي معاها صفة جنسية مفرد مؤنث دائما، أخد روس هي الوحيدة اللي جنسية تمشي مذكر وتمشي مؤنث. جي مونجي أحب أن أكل دي سجو، السجو أخد جامعة عشان أخدها دي أو أس. بوجويه لكي تلعب تنس الفو يلزمك مضارب، مضارب مضربين اخد دو راكت مضربين، دي عدد ان وده ان عدد مفرد، الاثنين دول مفرد تروازيم ده عدد ترتيب. تيم انت تحب، انت اللي تحب تيب، ومن الفعل الاول المصرف يبقى التاني مصدر، ولا بد من تحويل السو مع التو تو زيها والمصدر. مصير اختي تلبس فستان روز فونسي، خلي بالنا من الجملة دي، كلمة فونسيه ما بتتغيرش، بيجي معاها لون، اللون اللي بيجي معاها بيكون مفرد مذكر، يبقى اخد فونسيه الأولاني. جي سويني أنا اتولدت في شهر، تعبير على بعضه أو موان دو، خدناه في سنة تانية، أو موان دو زائد اسم الشهر، يبقى اخد أول نقصان. عمي عنده تغافو أعمال، بكودو تغافو كثير من العمل، أخد اللي فيها دو عشان بيجي وراها اسم جامع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض الامتحان 47. كتبت الامتحان 47، بيقول لي بونجور ليو صباح الخير يا ليو، مرسي بور لا فوتو، شكرا للصورة بتاعت أسرتك سي اي سوبر نهر اعم اي فواسي، وهي ما فامي أسرتي مون جران بير، جدي اسمه ديفيد عنده 45 سنة، إليه بتي إنه صغير مجري نحيف، مامير أمي اسمها صوفيا عندها 40 سنة، إنها شقراء هي تحب أن تمارس اليوغا. جيان فرير أنا عندي أخ اسمه جون، هو يكون أسمر إيمينيس ورشيق، هو يحب التنس وهو عنده عيون مارون بنية. ماسير أختي نتالي عندها 4 سنوات، هي تكون تغيسم برائعة جدا، هي عندها عيون زرقاء مو جراند مير مو جراند بير، جدي يكون كبير جدا أو طويل جدا، عنده 70 سنة، إنه نشيط وعنده شعر، ما هو يكون أصلع ليس عنده شعر، هو يحب أن يعمل أو يمارس دو باسكت السلة. ما جراند مير جدتي تكون جينيال رائعة، هي سريانة وبشوشة واجتماعية، هي تساعدنا في عمل نو ديفوار واجباتنا، ده مارك اللي بيتكلم في هذه الوثيقة. مارك يصف صفة 100 أسرته، بيقول لك عيون أخت مارك، أخت مارك عندها عيون سوداء عيون زرقاء، يبقى عيون زرقاء. لامير الأم تحب أن تمارس كرة اليد اليوغا، أخذ اليوغا. لو جراند بير الجد يكون قصير ورشيق، قصير وتخين اجتماعي وبشوش ديناميك نشيط ورياضي، اخد. يساعد مارك في عمل الواجبات، مين اللي كانت بتساعد مارك في عمل الواجبات؟ هي لو جراند بير الجد. لو فرير دو مارك اخو مارك اسمه لويو ديفيد جون، اخد جون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
القطعة التانية بيقول لك من أندريا إلى فيليب، ويك إند العطلة، بونجور، صباح الخير، كسكتي في، ماذا تفعل لو صمودين السبت؟ ألور إذا السبت جيمي ليف، أنا أستيقظ السيتارد إلى حد ما متأخر فير حوالي الساعة 10، إن سويت بعد ذلك جي بغيند أنا أخذ من بتدي جنيه فطاري إبوي، ثم جي صور أنا أخرج بورفي لكي أعمل كلك كورسي بعض المشروب مشتريات. اجير انتري وعود حوالي الظهيرة، اتغدى فيك مي برانتس مع والديا، وبعد الظهر جي في انسيست اعمل قيلولة، بعد ذلك جي في امبو ديوزبور، ومارس قليل من الرياضة، جي كور انا اجري ايبوي، ثم لوسوا في المساء سيدي بطون من وقت لاخر، بقى بيقول لك دوتون بينتون من وقت لاخر، جي في او سينما، اذهب الى السينما مع اسرتي او بيان جوج، وهي العب العاب، انا اوجر دي في دي مشغل افلام، او جيفا او ريستورون، تذهب المطعم مع انكو بين زميل. هلو اذا برلين، وبرلين وكلمني عن عطلتك. الموضوع بتاع الايميل يكون عطلة فاكونس اجازة جور دي كونج يوم العطلة الويك اند العطلة اخدها. مين بيعمل سيست كايدولا او بيعمل اندريا بيعمل كيلولة امتى؟ بعد الظهر. لا بغيم دي رقم بي. اندريا يمارس كثير من الرياضات، يعمل امبو قليل من الرياضات، قليل من الرياضات. اندريا ديجني يتغدى افيكسي برونس مع والديه، بيتغدى مع الوالدين. اندريا يذهب الى السينما مع صافمي اسرته. اندريا ياخذ صومبه ديجني فطاره بعد الساعة 10، عشان هو بيستيقظ اصلا الساعة 10، يبقى رقم ب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك فوز مي، انت تحب كثيرا لزانيمو الحيوانات، فوز ديت انت تقول الى فوت غمير الى امك، امي انا استطيع الذهاب لحفلة، الى صالة الالعاب، الى الحديقة بتاعت التسلية، الى حديقة الحيوان اخدها. بوفولي انت تريد تشتري رواية، هتروح للسي دي مركز الوثائق والمعلومات، ده بتاع قراءة واستعارة، الببلوتيك بتاعت قراءة واستعارة، اللي بغير ده بتاعت شراء. فوتغامي زميلك فون فورمي يخبرك لماذا إلني فواياج با لا يسافر أم باتو بالمركب. هو هيقول لأنني بخاف من الهواء، لأنني بخاف من الجبال، لأنني بخاف من البحر، بالمركب بخاف من البحر. فوزيت شيلو باسونيغ، أنت تكون عند السماك، أنت تقول أنا أريد دجاجة من فضلك، انا اريد محار، اخذ رقم سي، انا اريد محار. فوكس بليكان تشرح الى زميلك لاريزون سبب فترة تأخيرك عن الحفلة، انت هتقول له الاتوبيس وصل في الميعاد، المرور كان ديفيسيل صعب، المرور كان صعب. بقولك فوتر فرير اخوك ايجو مو شره، انت هتقول هو يكون دائما عنده الم في الرأس، في الاذنين، في الاسنان، في البطن، اهني فيهم طبعا البطن هي اللي بتتوجع من الاكل. فوزادور انت تعشق ام بغدوي منتج مسكر، انت هتقول انا احب الافوكاد، انا اكره البونبون، انا اكره الجاتو، انا احب جدا المربى، اخذ الاخرني. بيقول لي فودمان انت تطلب من فترة من زميلك كل اسبوع اي رياضة هو يكره، هو هيقول انا اعشق الرجبي، انا اكره المركب الشراعي، دي رياضة اخدت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل موين اي وسيلة نقل تسير، سير لرولي على القضبان، اخذ التانية. فوالا ها هو اوتور فوفريابل، مؤلفك الايه الفافوريتي المفضل، كلمة اوتور مذكر، اخذ الاولانية. الجملة اللي بعدها بيقول لك ملابس، اكتب عن ملابس جمع مذكر وخذ التانية. اليا دولانياج يوجد ثلج، الثلج مؤنث، اخذ دولار. تي ام لو كانيينج، انت تحب كانيينج، الوجيني ام با، انا لو احب هذا النوع من الرياضات، ركز في كلمة نوع بس، النوع مذكر، اخذ سو التاني. كنت يبغى تك، متى انت تمارس السيكليزم ركوب الدراجات؟ قال له انا لا امارسها، متى؟ مع جامي، ابدا الاولاني. مو انا التوقيت بتاع ايف دول، قال لك التوقيت بتاع الجو، طب دي توقيتها الوي، دي توقيتها توا، دي توقيتها ال، يبقى جو مع موا. جي شيرش، انا ابحث عن فستان امونش اكمام، اكتب عليها جامع مؤنث، انا واحده بدور جامع مؤنث، على الكورت التالت. بيقول لك ما صير اختي بتعرف الفعل الاولاني المصرف، يبقى التاني مصدر، اخد فعل الاولاني.
اشرب بكوك عايز ادوه، انبوك عايز ادوه، السيدو يجي وراها اسم اخدها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. من تنال الان محمد صلاح جاي يلعب لفريق ليفربول، الفريق الانجليزي، الفريق مؤنث اخد انجلي الاخراني، الزبده الزبده مذكر اخد له الاولاني، من بروفيسور مدرسي انكادو، انا انكادو انا سوف اقدم اليه تمسح، هي ديت عشان لوي قبل المصدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض الامتحان 48. بيقول لك الاسبوع دي ماتيو، الرياضات بتاعت ماتيو، كون دي جي تي بلوجن، عندما انا كنت اكثر شبابا جي في، انا كنت امارس كثير من الرياضات، جي جويه انا كنت العب كره يد، تنس، وكلش في المدرسة بندول لكور دي سبور أثناء حصة الألعاب أو الرياضة. جي في دي اللي جمناس أنا أمارس ركوب جمباز دوفوا مرتين أسبوعيا أفيك ماسير مع أختي. بندول لويكند أثناء العطلة. جي سويس اللي أنا زادت على بسيني لحمام السباحة. جي سويس بصي أقضي فيه ساعات في السباحة أفيك ميكو من مع زملاء. جي مسوي بيان أميوزيان تسليت جيدا. جي التيفرمو أصبحت حقيقة أون فورم في اللياقة. منذ 3 سنوات جي ار تي توقفت عن ممارسة جمونيس جمباز. جينيين فويا لم يعد عند الرغبة للذهوب إلى حمام السباحة. جاكم منسينا بدأت في فير أتليتنا ألعاب القوة، لكن أتليتين تي تغيفة تغيي كانت مرهقة جدا. منذ سن 13 سنة جيني فيبا بكودي سبور لممارس رياضة. أنا ألعب كرة قدم دان أنجر دان في الحديقة أفيك مون بتي فرير مع أخويا الصغير ستة أني هذه السنة. جيان فويان أرغب في ممارسة رياضة بانتظام. دومان غدا جيبا فير سوف أمارس دي فوتينج بيان بيانتو عما قريب جي فيبر سبير سأشارك في أن ماراثون في الماراثون. نشوف كده القطعة بتاعت 48 دي عايزة إيه. هذه الوثيقة تتكلم عن أعمال ماتيو، رياضات ماتيو، يبقى رياضات ماتيو. اليايو بدأ منذ 3 سنوات ماتيو بدأ في فير في عمل أتليتيزم. ماتيو فابرت سبير سوف يشارك في الماراثون، هو قال بيانتو عما قريب. بيقول لك ده لو جغدان في الحديقة، ماتيو كان بيلعب كرة قدم مع سوم بتي فرير مع أخوه الصغير. وكلج في المدرسة بنضم أثناء حصة الألعاب. ماتيو أبرتك كان يمارس كان بيمارس في بالظبط كرة اليد وكرة القدم أو الجري، كرة اليد والتنس، كان كرة اليد والتنس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماتيو فوا يرى أننا أنتونيو مدرب الأتلتيزم أو تدريب الأتلتيزم أتي كان تغيفة تقوم مرهق جدا أخذ الأولاني. بقولك سلو سلام جي سوي فينسنت، أنا اسمي فينسنت جي ميليف، أنا أستيقظ الساعة 6 إلا الربع طول جو كل الأيام ما عدا لو سمودي السبت يريد مانشو الاحد. جيني ايه بادي يقول ليس عندي مدرسه، انا اخذ اندوش حمام مون بتي جيني فطاري جي اطون، انتظر اتوبيس على ستاسيون المحطه التي ني ايه بال ولا تكون بعيده عن المنزل. جيمي انا البس اندمي وانا اخذ نصف ساعه بورا الليل للذهاب على كل المدرسه برسكو، لان مدرستي تكون ضلو فيلاج في القريه المجاوره. جي دي لسون عندي دروس تطلع جوني طول طول الصباح، عمدي طول النهار، عمدي في الظهيرة. جي لا كانتين، أذهب إلى الكانتين لكي أتغدى، أبري لا كانتين بعد الكانتين. أنا عندي أنا ألعب ساعة في الحوش، حوش الفسحة، ثم لسون الدروس ريكومونسي تبدأ جاسك حتى الساعة 17. جيرين تري انا اعود على ميزون انا المنزل. جي في مي دي فواغ انا اعمل واجباتي. جي ريغارد لا تيلي اشاهد تلفزيون. اي جي مي دوش كوشي انام مبكرا. ها هو ما جغني يومي. بيقول لي دان سيدي كمو في هذه الوثيقة فينسنت يتكلم عن صار روتين كوتيديان روتينه اليومي ولا مدرسته ولا اسرته ولا جيرانه. نشوف كده بيقول لك الفو يجب او يلزم ان الى فينسنت نقط بور الليل لذهاب مدرسته، يلزمه ساعة ساعة ونصف، نصف ساعة هو كان يلزمه نصف ساعة تقريبا. نبص في القطعة نصف ساعة. بيقول لك فينسنت عنده دو جور كونج يومين عطلة، طبعا عنده يومين عطلة السبت والحد.
لا ستاسيون دي وبس محطة الأتوبيس تغوف توجد لا ميزون دي فينسنت هي قريبة من أخذ رقم بي فينسنت سي ليف يستيقظ طول الجور كل الأيام. هو كان بيستيقظ كل أيام الساعة كام؟ الساعة 6 إلا ربع، يبقى رقم سي. فينسنت سي كوش ينام تو مبكرا أخذ الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فوكس بيومين تتعبر عن اكسيون حدث او فتير في المستقبل. انت هتقول جي فيان دو ده ماضي، جي فالير انا سوف اذهب اخدها. فوفولي انت تريد اكتشاف تزيين فوتر شامبر حجرتك، انت هتقول الى الباع بلوفر احضر لي سريرين، انا اريد لوحة، يبقى انا اريد لوحة رقم بي. فودي تيست انت تقرأ عن سبور اكستريم رياضة عنيفة، انت هتقول حسب رأيي الكانينج يكون توفلون عنيف جدا اخدها. بيقول لي فوديمان تطلب من فترة من زميلك كل تنو اي زي يتليز يستخدم بوفير لكي يمارس الجود، وهو هيقول لك تيشيرت جوانتي كومونو، هي بدلة كاراتيه او جودو، اخد رقم سي. وزافي مال انت عندك الم في الاسنان، انت هتقول جي في انا اذهب عند طبيب الاسنان الاولانية اخدها. بيقول لك فودمان تطلب من فوت غمام من امك اخر يوم في اي قسم تتجه لكي تشتري فاصوليا خضراء، هي هتقول قسم المكرونه اللحوم الخبز الفواكه والخضروات اخدها عشان هي خضراء. بيقول لك زميلك فودمان يطلب منك انكل كولير في اي لون تا شمبر حجرتك تكون مرسومه، انت هتقول الجدران تكون وردي، اخد الاول ان هي الجدران تكون وردي، وادي مربعه، وادي الستاير بيضاء من قطر، مش عايز ستاير، وادي السجاده تكون ملونه، مش عايزها في حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتغمي زميلك سيم فومر يسال على فوتغ بلابر فري طبقك المفضل، انت هتقول له ام علي يكون وحش، طبق المفضل انه الكشري، اخد طبق المفضل انه الكشري. هذه الفوطه تقول لك، قال له نعم هي تقول لي، يبقى اخد موا. الجمله اللي جايه بيقول لك اليا يوجد رياح، الرياح مفرد مذكر، ادور على دو، اخد الثالثه. لو فونسيغ جي دي تستي انا اكرهها دي جمع، اخد اللي هو اس. بقول لك باردون اسف انا نسيت تون ادريس، العنوان مؤنث صحيح بس مبدوء بحرف متحرك، اخد تون يعامل معامله المفرد المذكر في صفات الملكيه. سي ميديكامو هذا الدواء توافى بارجور براندر برني، اخد برني الثانيه. امر دي ما تنفعش، امر دي ناقصه اس ودي لا تصلح عشان مصدر. تينو الزي، الزي عندنا في فرنسية مذكر تنفع؟ قال لك لا الزي مؤنث، اخد كل اللي هي التالتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك النو معاها او جردان الى الحديقة امس، نحن ذهبنا، تنفع، ده ماضي مركب، ادي مضارع، ادي مضارع، ادي مضارع. بيقول لك تي ياخذ التاكسي هو يكون اون ريتارد متاخر، دي جملة كاملة، بارسكو هي اللي بيجي وراها جملة كاملة اخدها. بور بيجي وراها الفعل في المصدر، بوركوالي ماذا صوم بدو. اليا يوجد دي او زبادي، ما زال يوجد زبادي في الشوكولا سيدي، باخد انكور دي اثبات، ادي نافي، ادي نافي، ادي غالبا، يبقى احنا خدنا ما زال يوجد زبادي سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. شاك جور كل يوم مون فرير اخويا دي لا اكتاسيون فروسية، يبقى اخد في دو، ده كل يوم مضارع. في لا بنتير ماذا يفعل الرسام، هاخد ماذا يفعل الرسام الاخراني. انا احب لو برتغال، البرتغال دولة مذكر، اخد لو. كي اجا جنيه من كسب سي كونكور، هذه المسابقة مفرد مذكر، اخد سو الاخ التالتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض الامتحان 49. عن 49 بيقول لي ديكرير صف دي بيرسون فيزيك منظر الاشخاص. جمابيل انا اسمي اوريال جي سوي السي جروند، انا طويل لحد ما، جي سوي جون، انا اكون جون شاب عند 22 سنه، ما جمل توامتي متلدة، وانا افو عندنا لونج شيفو شعر طويل رو اصهب، اي دي جروند دي وعيون بنيه منفساج، وجهي يكون امبو لونج مطول شويه او طويل شويه، جسوي من السنة رشيقة يا سيبل إلى حد ما جميلة، جسوي سمباتيكا رعاة كريتيف ورشيطة وخلاقة. نشوف التاني. جومابيل جون اسم جون عنده 21 سنة، جسوي جون أنا شاب من شيفو شعري يكون بلوند أشقر، إيمون فيساج وجهي يكون روند مدور،
جي بوغ انا البس دي جران نوني نظارات كبيرة. جي سوي عم برسون انا شخص اسي اجريابل ممتع او مقبول الى حد ما. ايه تغيط غفيه وشغال او عامل جدا او نشيط. جي موبيل ليه انا اسمي ليه. جي سوي جران انا طويل جيان عندي 20 سنة. جي سوي برون انا اسمر عندي شعر طويل وجهي يكون مستدير عيوني تكون بلو زرقاء. انا عندي بتت برب لحيه صغيره لكن جيني ايه بعد مستاش ليس عندي شارب. جي سويت مد انا خجول مي لكن السيسم بلا حد ما رائع ايه اجريابل ومقبول. طيب في هذه الوثيقة شاك برسون كل شخص يصف سون لوك منظره يصف شخصيته يصف شخصيته أو هيئته دي لبسه لو فيساج الوجه بتاع جون يكون روند مستدير. اوريل يكون سمباتيك اي كريتيف. اوريل يكون سمباتيك اي كريتيف. ليو عنده عيون خضراء عيون بنية عيون سوداء عيون زرقاء. هي عيون زرقاء. اوريل عندها شعر لونج ايرو شعر طويل. تعال نشوف اوريل شعر طويل ويرو اصهب. بوغت يلبس جران لونه نظارة كبيرة. مين اللي كان بيلبس نظارة كبيرة؟ طلع جون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك سلو اتو اهلا الكل بيان فينو مرحبا سيمور بروج على صفحتي. جو موبيل انا اسمي توماس جيالس دي ستان عندي 17 سنة. جي سوي ولوسي انا اكون في مدرسة سان ميشيل. جي في بيكو دي سبو انا امارس كثير من الرياضات. جا دوغ انا عاشق جوية انا العب كرة قدم بينج بونج. افيك ميكو بين مع زملائي في العطلة. جي في دو في تي تي امارس ركوب الدراجات. افيك مي برانتس مع والدي سي اي سوبيغ انه رائع. جينيين با انا لو احب ان امارس الفروسية برسكو لانني اكره الحصبة. ماسير اختي متلدا تمارس الجودو. هي تلبس ديفيد مو ملابس بلون بيضاء ايسون تي وحزام اصفر. جادوغ انا عاشق ليفربول. الليمون يكب انه فريق المفضل. جدوالي قرطي راجب المشاهد توسي ماتش كل مبارياته في الاستاد. جيب نسوكو اعتقد ان مو صلاح محمد صلاح يكون سوبر رائع. الجوي يلعب تغيب يان جيد جدا او فوت كرة قدم. اليه من تنان ناو الان لو ماليغ افضل فوتبولير لاعب دانلو موند في العالم. نشوف دان سيدي كامو في هذه الوثيقة توماس يتكلم عن ميوله الغذائية عن ميوله الرياضية عن ميوله الرياضية. لو برانتس دي توماس يمارسون والدين توماس يمارسون كرة القدم ركوب الدراجات. اخذ ركوب الدراجات. محمد صلاح يكون جويي دي فوت لاعب كرة قدم. توماس عايه شوفيل الحصان يعشق ركوب يحب ركوب يعرف يركب لا يعرف ان يركب. الاخير توماس ادوغ يعشق ان يلعب بينج بونج مع سيكو بن زملائه التاني. بوغ باتيكي لكي يمارس سون سبورت رياضته. متلدا بوغ تلبس ملابس بيضاء وحزام اصفر. هي كانت متلدا بتمارس رياضة ايه مش جودو يبقى تلبس ملابس بيضاء وحزام اصفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك فوديموند ان تطلب من فوتغ بي من ابوك بركوا لماذا البور يلبس حزام. هو هيقول لك البنطلون يكون لارج واسع تنفق. فوفوليان شتير انت تريد شراء كوشي. انت هتقول الكوشي ده نوع من الحلويات. الكوشي انه لي الكوشي انا اذهب عند الحلواني. خلاص اخدت انا اذهب عند الحلواني. بيقول لك زميلك فودمان يطلب منك القاموس ايكوا انه ماذا. انت هتقول انه كتاب مصري انه كتاب بورت رضوي لكي يترجم النصوص. اخد رقم بي. بيقول لك فوت غمير امك فو تريد فير جاتو تعمل جاتو. هي هتقول انا اشتري دي دي مكرونة لحمة كوكي حلويات دي جاهزة. 17 بيقول لي فوت غمير زميلك فو دموند يطلب منك سيكو ماذا تفعل. دونر شامب في الحقل. انت هتقول امارس تزلج احب اتسلق على الجبل ازرع لمي الذرة اخدها. وفوكس كيوزي انت هتزرع الخروج مع فو زميل مع اصدقائك. انت هتقول سير ما في بالزير هذا يسعدني اسف انا عندي معاد اخدها.
فوتغامي زميلك فوديموند يطلب منك لطابل دي شيفيل كومودينو انه ماذا انت هتقول؟ انه ملبس، انه اساس، اخذ انه اساس. فوبارل انت تتكلم عن فوترسبور كلاسيك، رياضتك الكلاسيكيه المفضله انت هتقول انا اكره المصارعه، انا احب جدا الجولف، انا اعشق السله دي كلاسيكيه، اخذ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تو نحن نكون جميعا زملاء. هنا طالما قبل اتر وراها جمع يبقى عايز اون. نحن نكون جميعا. تون ادريس عنوانك، تون ديزارت تحلوتك المفضله انها من، ماذا، ماذا. اخذ الثالثه التي تاتي في وسط ونهايه السؤال، اما كو كاسك تاتي في بدايه السؤال فقط ومعناهم ماذا برضو. كومون فاتي، كيف انت تذهب تتنقل، كيف انت تتنقل في مدينه كان مدينه بتاخذ حرف الجر ا. رنا، ده بنت تكون تري جولي، جميل لطيف سمباتيك، جمع سيمبا تمشي مذكر وتمشي مؤنث. جيبو ريفير، انا افضل الكلوريل اللي هي الملعقه مؤنث، اخد ست التالتة. لابوات العلبه تكون دي بومبون، مليئه بتتغير، تعال نشوفها مع بعض. بيقول لك العلبه تكون مليء، بلين دي جمع، بلين دي مذكر، بلين دي مؤنث، تكون مليئة عشان العلبة مؤنث، اخد التالتة. مامي وامي تكره البلوز، البلوزات كلير فاتحة، بيجي معاها صفة لون دائما مفرد مذكر دون النظر عن ما قبلها، يبقى اخد بلول اولانية. ديزولي مسيو، اسفة سيدي، النيا لا يوجد فوتر بانتير، مقاسك لا يوجد شيء احد، سابقا لم يعد يوجد مقاسك، اخد نيبلو. ماريا فيان، تأتي مع الجدين أو الوالدين، ماريا بتساوي ضمير ال معاها سون صاصي، ودي جمع يبقى خد سي. جي أنوا دو جاتو أبري لوريبا، أنا أخذت جاتو بعد الوجبة، يبقى خد بغي الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لوحة الموناليزا تكون في متحف اللوفر، اللوحة مذكر، أخد لو. مع جراند مير، جدتي مية توند لا تسمعني جيدا، أنا يجب أن أتكلم إليها بقوة، أخذ إليها أو إليه، أخذ لوي. تي ديفوار، واجباتك أمر مع تي، بأخذ الأخرانية في أمر مع تي عشان آخرها إس، ما أقدرش أحذفها عشان فعل مش مجموعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نكتفي بهذا القدر معاكم لحد الامتحان 49، إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بكتير نبدأ من 50 ونكمل حلقتين بالظبط أو 3 4 أيام نكون مخلصين الكتاب. أشوفكم بخير يا رب، إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.